الآن إحنا في عنا وقاية وفي عنا علاج. الوقاية إجمالاً إذا أنت كنت بتشك إنه عندك هذا الموضوع فيجب إنه أنت تتوجه لأقرب طبيب حتى إنه أنت تحصل على خطة علاج خاصة فيك، لأنه هي تختلف من شخص لآخر. نعم. وكل شخص له احتياجاته العلاجية الخاصة على أساس نميز ونحدد. اثنين، في حال تم تشخيصك ونوضع هناك خطة علاج لإلك الالتزام فيها. كمان نقطة مهمة جدا، أنا الآن بتحدث عن الوقاية، الآن بروح للعلاج. النقطة كمان مهمة جدا بموضوع الوقاية، النشاط البدني، الرياضة. لأنه في هناك نظرية علمية وأنا بصراحة بأمن فيها جدا، بأنه النشاط البدني والرياضة بتحسن المناعة. فوجدوا أنه لما تكون مناعتك منيحة بتكون يعني نسبة الناس اللي عندها الهلع أو نوبات الهلع أقل. بخصوص العلاج، العلاج هو من شقين، في علاج نفسي وبنسميه السلوكي أو التخاطبي وفي علاج بالدوائي الدواء. طبعا الخط الأول هو العلاج السلوكي المعرفي، بحيث أنه بتم بتوجه إلى معالج نفسي، بحيث أنه بوضح له بأنه أنت رح تمر بهاي المرحلة. فبيصير من ضمن الأمور، ومثل ما أنا حضرت هذا اللقاء للمذيع، بيصيروا يعودوهم ويوجهوهم بأنه هاي قد تكون حالة بأنه فعلا دماغك بتضحك عليك. ممكن يحصل هذا طبعا.